السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع فيفا التمت تيم، لكن اليوم راح نلعب درافت، تحدي غريب ما قد شفته في اليوتيوب صراحه. ما ادري هل في حد نزله في الاجزاء اللي قبل، بس ان شاء الله اني اول واحد ان شاء الله. يعني قبل ما ابدا مقطع، لايك اشتراك فعل زر التنبيهات، واذا تبون انزل من فيفا صعود القمه. طبعا بادي من الصفر، حتى النسخه الالتمت ما شريتها، شاري اقل نسخه 60 دولار عشان ما يجيني لا بوينت ولا شيء. معي كوينز الحين 15000، وما راح اوريكم تشكيلتي الا اذا تبون نزل صعود القمه اللي هو من الصفر. هنوصل هذا المقطع 4000 لايك، احس تقدرون يعني بالراحه. بس اي احد يشوف المقطع لايك وفعل زر التنبيهات، وخلونا نبدا في التحدي. راح نلعب درافت كله لاعبين افريقيين، كلهم من قاره افريقيا. اذا ما طلعنا لاعب من الليسته الخمسه هذولي افريقي، راح نختار من 1 إلى 5 عشوائي. فبسم الله خلونا نبدا. طبعا ما معي الا 15000 حاليا، فبسم الله. طبعا لعبت درافت من قبل، جاني درافت في باكج من باكجات تحديات، ولعبت في الدرافت هذا وصلت الى نصف النهائي اتوقع وخسرت، لكن ما طلع شيء. فبسم الله خلونا ندخل. تشكيلات 4-2-2-1، 4-3-3 و 4-1-2-1-2، والله حلوه اللي هي 4-3-3 او 4-2-2-2، فاتوقع انها 4-3-2 راح نلعب فيها. وزي ما قلت لكم لاعبين افريقيين فقط. اول واحد، يا ساتر. طبعا راح نختار اي لاعب افريقي يعني، بس هنا لاعب من قاره افريقيا اللي هم صلاح وزياش. نختار صلاح، لكن في الدون راح علينا للاسف. فبسم الله نبدا مع، طبعا صلاح مبدع هالفتره، فليت انه طلعت لي بطاقه. اوه سامي الجابر، سامي الجابر، والله العظيم بدي اجرب سامي الجابر. ندخل على موقع راندوم جنريتر، فما ادري تشوفونه ولا لا. اوكي، طلع لي رقم 4، رقم 4 اللي هو فاردي. فبسم الله حط فاردي هنا، نروح على اللي بعده، ستيف الثاني. يا رب يا كريم. اوكي، ولا احد من افريقيا، طبعا ولا لاعب كويس، فراح نختار جنريتر ثاني. بسم الله. 3، هذا اللاعب الصيني اللي ما ادري وش وضعه اصلا، ما ادري من هو. حلو، ولا لاعب افريقي، وش السالفه؟ يا ساتر. بسم الله، نختار مره ثانيه. اعطاني رقم 4، برومس. حلو، طبعا التناغم بيكون معدوم جدا جدا جدا، بس بنحاول ان نفوز زي كذا، بس ما اتوقع صراحه، احس من المباراه الاولى بنفشل في هذا الشيء، بس نجرب. 3، ما ادري ايش فيهم على 4-3-4-3. كلينجارد، لو نحط لينجارد يمين، حلو، خط اخضر مع فاردي، فممتاز جدا جدا جدا. 4، خلاص يا ابني خلاص، والله كل شوي 4-3-4-3. اعطونا 2-1 شيء. اوكي، لاعب افريقي اتوقع هذا هو الوحيد، مالي تناغم معدوم، بس اقول لكم يعني. وش هذا؟ موزمبيق. في هذا دكتور كونغو، الدكتور هذا ولا دي ار كونغو، ما ادري وش الدولتين هذه. نختار هنا وطلع لي لاعب اثنين، لاعب اثنين رقم 2. فراح نختار الثاني من اليمين، لان في لاعبين بس من افريقيا، اتوقع انهم افريقيا، والله ما ادري وين المكان هذا والدوله هذه، فصعب اني ابحث على كل لاعب. طيب الحين من 1 إلى 5، لان ما في اي لاعب، والله توقعت بيطلع لي افريقيين كثير بس ما طلع لي يا اخي. طلع لي 5، باوليستا. 5 لعيبة، عندنا ألابا، عندنا برازيل، عندنا أشياء حلوة، بس ولا لاعب، ولا لاعب نستفيد منه حرفيا. من 1 إلى 5 يا رب يطلع لي يا 3 يا 1، يا رب طلع لي 1. الله يا ألابا، راح نجرب ألابا معكم. طبعا شبك سبحان الله مع لاعبين ما أدري شلون. وندخل على اللاعب الأربي بابو، فغالبا نتراوري. هذا موريتانيا ولا وشو؟ مونتينيريغو، لا هذه دولة في أوروبا، فغالبا بناخذ تراوري لأنه أفريقي ومالي. على حد يسامح الحين مالي انا. طيب روح على اللعيبه اللي هنا، يا رب يا كريم يا رب. اوه ولا لاعب، بس في هذه طاقه ودي اجربها صراحه. نرجع نرجع نرجع، نختار من 1 إلى 5، من 1 إلى 5. بسم الله، اعطانا رقم 5 يا اخي، ليه؟ والله ليه؟ من 1 إلى 5 ما في اي لاعب افريقي. رقم 2، اوكي هذا اسباني، ما ادري هل بيضبط الوضع ولا لا. والله الوضع دمار، لا بطاقات كويسه ولا شيء كويس. يا رب يا كريم. والليموني، يا عيني يا عيني، هذا اللي نبغاه، والله هذا اللي نبغاه صراحه. ماني والله العظيم شيء جامد، مره شيء جامد، الحمد لله. قول له ديباي، ميسي، برناردي ماريا، يا ساتر يا رب يا رب. رقم 2 مره ثانيه، بسم الله. ليه رقم 3 ليه؟ والله حرام اقسم بالله، المفروض في استثناءات، ايش رايكم مراجعين نخلي في استثناءات؟ اللي بعده ابو ميكانو، يا اخي حرام، ولا لاعب ولا لاعب. يا رب رقم 2 يا رب. ديم يا شيخ، ابو ميكانو، والله ديم، والله الحمد لله الحمد لله يا رب. دوري انجليزي هذا ديم، ما اخترنا الحارس، نسينا الحارس. من 1 إلى 5، بسم الله. رقم 1 ريال ماني، ما استفيد منه ابدا. من 1 إلى 5 مره ثانيه اتوقع، لانه ما راح يطلع لي لاعب دوري افريقي. ايش هذا؟
طارت افريقيا. رقم 3 دوري انجليزي درجه ثانيه طعم الحاله كي ضبطت تناغم شوي يعني. هذا صح انه بطيء بس ايش بك مع اوباميكانو بضبط تناغمه يعني شوي. 161 يا ساتر يا ساتر مره والله. لقينا خصم بسم الله يا رب يا كريم. انا اسمع الدون اوكي تشكيلته تناغمه كامل ان شاء الله ان شاء الله نقدر نأدي باذن الله. يا عيني يا لافا اسطوره. فاردي 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 لو حرام عليك يا اخي حرام. ايوه ايوه شوت يا فاردي شوت يا فاردي يا عيني يا شيخ. ابو مكانه ما يروح يا عيني ابو مكانه والله اسطوري والله اسطوري. تكفى يا فاردي حرام عليك والله حلوه. يلا يا نيمار لا لا ما تصدف زي كذا ما تصدف. وش ذا وش العذاب القراب يا شيخ. اها 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 ما بغصب. شوف صلاح كيف تقلب ولا فاول ولا حتى انذار ولا في شكله هدف. القهراخ تكفى فزي الناس تكفى تكفى يا الله ما تكمل. هدف هدف تكفون هدف لو بالغلط حتى الفرصه ما تجي يا شيخ. ابي لعب وبديكم ما 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 اقدر انهي المقطع كذا والله ما اقدر. الحمد لله بعد معنا طويله جدا 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 والله العظيم معنا يا الله انباع فيه للاسف يعني عدرفت بديني. التجربه الاولى فاشله التجربه الثانيه باذن الله انها تكون حلو باذن الله. طيب عندنا 4-5-1 4-2-2 طبعا 4-3-2 لان فيها 3 سي ام فمره حلوه ذي. دائما ناخذ اللاعب الافريقي نبحث جوجل دوله في وسط افريقيا فراح ناخذ اوباميونغ يا ساتر. برونو وهذا مستفوي هذا ريجند مستفوي اوكي والله طاقات اسطوري خمس نجوم قدم ضعيفه يا ساتر. طيب نختار من 1 إلى 5 بسم الله. 5 ماونت ليه يا اخي اعطونا مستفوي. بسم الله اوكي اللاعب الوحيد الافريقي اللي هو العربي مره قديم يا ساتر. لا اله الا الله والله اختيارات جامده. انا ودي يطلع لي لورينتي هذا والله طاقاته مجنونه يسوى حول 100,000. 1 اوكي تيليمنس حلو الدوري الانجليزي مره كويس ترى بس ودي لورينتي يعني صراحه. حلو تراوري طلع لنا مره ثانيه. رقم 2 ناتشو ها والله واضح اني جوحان ناتشو. اخ ليه يا اخي اعطونا ابو ميكانو مره ثانيه تكفون. بس ايش بك خط اخضر هذا الشيء الكويس ولا لاعب افريقي. بسم الله من 1 إلى 5 3-4 بس نختار 4 والله اختيارات سيئه اختيارات سيئه مره ولا لاعب. رقم 5 إنيغو مارتينيز سيء جدا لكن اللي بعده يا رب يا كريم رقم 1 يا رب والله ايه كنا تيباك والله كنا تيباك والله شماله. رقم 4 الله ياخذ بيس. طيب اختاره ولا نخليه بعدين الخيار حقنا الواحد ان نختار لاعب زي ما نبغى ما راح نختار الحين راح نختاره بعدين. وعندنا هنا غاني حلو او سنغالي معليش دوري فرنسي اللي بعده ولا شيء كويس راح نختار من 1 إلى 5. رقم 2 دوري الماني ما راح يفيدنا مره حلو زاها زاها ممتاز جدا 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 حلو حلو حلو. الدوري الانجليزي انا ندمت اني ما اخترت الخيار اللي اقولكم لكن من 1 إلى 5 رقم 2 حارس دوري انجليزي ممتاز جدا. ليتنا اخترنا الخيار اللي نبغاه والله ليتنا. كاميروني 1 الله الوضع دمار والله تشكيلتنا سيئه شوفها مره مره سيئه حلو باذن الله بنفوز المباراه الاولى بس هذا اللي نبغاه تكفون. كملوها معي شوي يعني ما في تناغم مع خصم او معه زميل وتشكيلته اقوى من تشكيلتي بكثير والله تشكيلته اقوى بكثير. ما ادري اغير من الحين التغييرات هذه. تمنيت اني ما اخذ الليجند المدافع لانه راح يفيد مره مره مره. هو تغيير اللي هو هذا تراوري روح يا تراوري. حرام عليك وش الشوته يا اخي لفته كانت بطيئه جدا. يعني ابو ميونغ لعب نص ولعب حرام يا ساتر لا تكفى ايش هو حرام يا شيخ. اوكي كذا النظام يعني ايش هو اقسم بالله اسطوره اوباميانغ لا
لا يا ابو مياق وش تلف المعاق؟ مشكلة انهم يلعبون اثنين يعني ما اقدر اسوي شيء مرة. تكفى روح حرام عليك وش دي؟ لا 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 حارس الو ما تقدم ولا شيء وش الهدف؟ وش الهدف جد والله وش الهدف؟ تكفى اطلع يا ابو ميانج لو مرة تكفى تكفى ابو ميانج تكفى تكفى حرام حتى مو بلنتي ليه؟ دفاع سيء كل شيء سيء خلاني اسوي تحدي والله انه صعب والله تكفى تكفى عيني يا عيني يا شو اسمك انت نيهاوس الله اسطوره يا نيهاوس شكرا يا شيخ الحطه تكفى تكفى يا زها تكفى يا زها 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 حر ليش وقف ليه وقف والله اني قاعد اركض والله يا عيني اسطوره يا شيخ ما ادري ليش اخلط انا اسف والله بس يا اخي اقسم بالله العظيم اساطير تكفى من اول زي كذا تكفى تكفى وميانج يا الله ايش قاعد يصير ايش قاعد يصير يا ساتر يو 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 لا بلنتي حكم حكم يا الله يا المباراة قسم بالله ما ادري ايش صار فجأة كذا هدف 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 54 هدفي 74 78 82 كل اربع دقائق هدف يا ساتر يا ابو ميانك اول مره تفلت معي زي كذا ربع النهائي يا رب يا كريم يا رب يا كريم تكفى هيكم بيحط يد بعد وبيبهدلني زي قبل شوي ابو ميانك يعني يا شيخ يو 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 وش السحبة وش ذا السحبة يا عيني يا الله قال 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 يا ساتر الحارس بلنتي ايه وش تصدى اصلا اعوذ بالله الصدى انا ليش حطيت نص ليه حطيت نص يا ساتر يا ساتر النقلة عطى عطى هدف عطى هدف هذه وش هي هذه ان شاء الله ان شاء الله اخر هجمة اخر هجمة تكفى لا مو بوقتك تلعب كذا مو بوقتك يقطع ام اللعب لعيبة جدا سيئين جدا 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 سيئين صار هذا لا احد يستعمله اللف عنده تريله 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 تلف لوكاكو افضل منه باللف يا رب يا كريم في جنبه باك يا رب يطلع منه شيء ايش ذا حتى الشاشات ما فيه بس هاي كان مقطع اليوم ان شاء الله المقطع عجبكم يا ليت ما تنسون زر اللايك واشتركوا في القناه كنتم مشتركين وفعلوا زر التنبيهات اهم شيء اذا تبون زي ما قلت لكم في البدايه صعود القمه نلعب من الصفر طبعا من الصفر يعني مو من الصفر صفر يعني بس بوريكم الاشياء اللي جبتها من تحديات وهذه الاشياء لعبت مباريات وصلت ديفيجن الثامن تقريبا لكن بكمل معكم ما افتح اي بوينت كلها من النادي كيف جبت لعيبه يعني فكرت اني انزل سلسله في نفس الوقت قلت والله اخاف ما عليه دام اخاف ان من الناس ما يبونه وزي كذا لان الناس كلهم بدوا فيها وانا ببدا اخر واحد فما حد متحمس لي يعني كومنتاتكم اللي تحكم يعطيكم العافية ونراكم على خير في أمان الله سلام.